اتمنى لكم يوم جميل. عايزه اوريكم شويه حاجات كده جبتها من كام يوم، بس يعني للاسف ما صورتهاش وقتها. ده خيط سلسله اسود، وكمان الابر بتاعه التريكو بتاعتي هوريكم دلوقتي حالا. الابر ادي الابره اللي هي الخشبيه، على فكره حلوه قوي، بس انا مش عاجبني فيها صراحه البوز بتاعها، هي صناعه صيني، ويفضل لو انت تقدري تشتري الاصليه اللي هي بتتفك وتتربط، دي هتبقى افضل بكتير ان هي بتكون مميزه ونقدر نشتغل بيها حاجات، نبدل الابره واحنا شغالين اثناء الشغل، يعني الحركات دي انا ذكرتها في الفيديو. الابره من خشب البامبو او البامب، دي هي برضو استانلس ولكن حجمها صغير. دي على فكره ابره رقم رقم 6، من 5.5 لـ 6 على فكرة، ودي رقم 5. مش عارفة انا مغرمة اكتر بالستانلس من الخشب، ولكن هجرب تأثير الخشب وهدي لكم رأيي برضو ان شاء الله. طول الابرة دي اكتر من نص متر، يعني معدية نص متر كتير على فكرة، حوالي مثلا بتاع 10-12 سنتي، ودي حوالي نص متر تقريبا. طبعا دي سلكها واير، لكن ده بلاستيك اللي هو زي اللي كان في الابرة بتاع التونسي اللي هي كانت على اليوتيوب، وعلامة شنطة جديدة لسه شغالة فيها، ومن خامة مش هتتوقعوها على فكرة، بس هتنزلكم متأخر شوية. بر عندنا زراير الكاردي اللي انا شغالة فيه، الزرار ليه شكلين، وش وظهر، بس كل مرة يعني ممكن تقدري تستخدمي الغامق او اللون الفاتح زي ما انت تحبي. وسلسلة الشنطة بتاعة العلامة، الاتنين على فكرة ذهبي، بس ذهبي مطفي مش ذهبي لامع قوي، وده لسبب ما برضه هتشوفوه. وكمان خيط جديد، هو مش جديد قوي، هو الخيط اللونه نبيتي ده، هنعمل منه حاجة تحفة غير الكوفية طبعا اللي انا لسه شغالة فيها اللي هي بالغرزة الكلية، لان تركتها فترة حلوة قوي، فترة طويلة طويلة يعني. دي الحاجات اللي اشتريتها الايام اللي فاتت، والخيط ده هيفضل مستمر معانا فترة. غيرت رأيي عن قرطبة، هقول لكم ليه في الفيديوهات بتاع اليوتيوب. المرة دي الخيط ده فعليا فعليا مستمر معانا فترة مش بطالة، هنعمل منه ثلاث حاجات والثلاثة كبار، منهم الرجالي ومنهم الحريمي، وهتتفاجئوا رجالي واللون ده بس هيطلع ان شاء الله كويس. وبكده اكون عرفتوا شوية من الحاجات اللي انا هشتغل عليها، وبس خلاص اتمنى لكم يوم جميل، مع السلامة.